نتمنى السيد يوسف السفري اللي الأداء والحالة الهجومية والقوة التي تظهر في هذه الأخطاء الرأسية. يا سلام يا سابس بنتيجة سلبية، بل هو يريد التقدم وحصل على ما يريد. شوف العرضية عن طريق خالد أحمد، ارتقى القناص، ضربها القناص، وضعها القناص لكرة رأسية سكنت مرمى مصلال وتعلن لهجوم نادي قطر. مع غياب جمال بن عمري ومع غياب عدة من اللاعبين الأولمبيين لنادي قطر، نقلة إلى الأمام خطيرة، الثاني يا لعب يا لعب يا لعب يا لعب يا لعب يا لعب لعب يا بشار لعب. يا سلام على الروعة، يا سلام على الجمال، يا سلام على الإبداع، يا سلام على اللوحة الفنية التي تكتمل برسمة من فرشاة بشار رسن، من لمحة بشار، هو اللي بداها بشار باتجاه اسم السيان القائم، منع اسم السيان من هدف ثاني، لكن بشار يتهادم بهذه الكرة، يتغنى في هذا اليوم وتريد الانتصار وفرحة وابتسامة الثلاثة نقاط. الكرة تعود من جديد، كرة ملعوبة عالية، شوفها وتابع وينك يا جاسم الهيل، جيبها من الشبكة يا جاسم. يا للروعة، يا للجمال، ياهي من لعبة، ياهي من ضربة، ياهي من كورة، ياهو إزيل، ياهو باربوسا، صقور برسا. ارسل كرة عالية باتجاه ايمن حسين. الكل يتراجع من قبل لاعبي نادي قطر في هذه الأخطاء، لكن هذه خطيرة. التعادل 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 عن طريق ايمن حسين. العراق يرفضون الاستسلام، نعم للتحدي، نعم للعزيمة، نعم للقوة، نعم للإرادة، ولا للخسارة يا عيني على التمريرة. ايمن حسين وجاسم الهيل وخافيير مارتينيز، وينكم وينكم وينكم؟ قالهم روحهم وهاتوا الكورة واعلن التعادل. يسار يسار يسار، نعم العراقي يسار.